شلون فينك عادي اصلا قلبي بايدي لك حبي اللي بقلبي اصلي مو من سوق مرادي يشكي الحال وهو معذب حالي لو بيدعو فات ما جيك لو ما علي غالي بالسلامة وإي زعلانة يلا لا تحاتيني يومي مسوي لطلابة مراحي تفتيني والمصيبة روحي بي ما ريد أبعد عليك راح تموتني بإيديك لك مورا حلطوم ايه اصحي بابا ويا يريدك هذا واحد ما يفيدك من روحي وغسل ايدك خلصها ويا عمري ننسى الدنيا يلا نخلص منهم لا حياتي صبر شوية إلا تنفرهم يلا عمري ننسى الدنيا يلا نخلص منهم لا حياتي صبر شوية إلا دمار هاي من الصوت هيجي هنيالي والله هنيالي اللي يشوفك يقول مقطع السمكة وذلها ثاري بس هدوم ليش الشمس ليش لو ميت بالله يا يما يا ميت شي موتك وين يومي يا حاط العلاقة على ظهرك وطالع ام قالت علاقة وين رايحة ان مجمبار من مخذر علاقة جنطة رياضية حقيبة رياضية رايح اتمرن رايح للجيم جيم لك جم مرة أقول لك تمرن بالبيت لو التمرين ما يصير إلا برا ويا من عين أتمرن بالبيت ويا أبوك العطلات أنا من أشوف أبوك حتى ريوق وما لي نفس أتريق بعدين هناك كلها أجهزة رياضية ودمبلصات و... خوش حجة هاي أقول أنا الفار بدأ يلعب بعبي مو مصدقة هذا الحكي فار بدأ يلعب؟ إيه أنا نفسي قامت تلعب من هذا الحكي مالك يومية شلون بالله يعني ما أروح الدكتور قال لي لازم تلعب رياضة حتى تصير عندك ميوعة بالدم أنت صاير عندك ميوعة بس مو بالدم انتظرني خمس دقائق هسا أجي إيش عد هاي؟ صاير عندي ميوعة بس مو بالدم؟ إيش تقصد؟ لا عيني ما تقصد شيء شو الموضوع؟ شو يوم ولا حاتي؟ لك هلاو لك فدوة الهطول هذا لك عيني كلها عالي هذا شنو هاي تخبل؟ ألحقها؟ لا السلام عليكم جوز تجي وحدة هلا عيني هلا غاتي شلون الصحة؟ سلمك يا غاتي سلمك ماكو خير الحمد لله ايش قدك؟ لا حمد ايش قدك هنا؟ لا ما عندي شيء عندي بايسكلات ناجرهن ومتاني رجعوها وبايسكلات بالسوق مو رايحات جايات طبعا تدري هاي تحرشت بيها قبل شويه تعرف منو؟ من هي؟ فنك منو؟ هاي طويلة؟ ايه من هي؟ اخو صاحبي هاي لا بشرفك والله العظيم وهذي اصلا ولا حكيت وياها ما حكيت وياها مو؟ هي دقت بيها هذا الخبر اعتبره راح يصير يم جدو لا
كل شيء ولا جدك؟ يم جدو كل شيء ولا ارجوك حمودي فدوى اروح لك لا تقول لجدو. يعني ما اقول جدو؟ ايه تكلفك هاي والله. تكلفني؟ ايه ما تجوز من سوالفك. يلا دهاك يلا شنو؟ تروح روح تن بعد اثنين عيني دهاك هاي بعد وحده دي يلا هسه ذني مال من مال جدو ما جدو بقت مامه امك ما تقول هي طبعا دي يلا هاك هاي اثنين مو عيب تنفضح قدام ابوي دي روح دي يلا هاك دي يلا نمشي عادي سيمه نمشي نمشي سيمه تصير خاله دي يلا قول دي يلا نمشي انت وين رايح؟ ما رايح ثاني يجيبون البايسكلات يا مو مو لا 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 دعتك تروح تروح عاد تروح زقيت تروح عاد تروح تروح خلفلت الظاهر هذا الحب يكلف فلوس ايه اجتي هاي الولد راسك حبايبي ما تعرف الولد من الرجال من المرأة تأخرت عجم وعدت ثلاث قمزات اليوم لازم اقمزهن وين صارت؟ يلا حبيبي هاي شنو عيني؟ ملابس رياضيه معقوله شمس؟ تتجن وياي للجيم؟ يا حبيبي ارد اجي وياك للجيم لو عندك اعتراض لا بس اقول تاخرتي لو شويه بسرعه لما الهدوم عبالي حوالي لك يا ذي الحق بابا وقع بالحمام والله دورات عمي عنده شغلات بيها خير سلامات سلامات سلامتك سلامات بحري مو مشكلة بقراتي وين رايح؟ وين مديني؟ لك الله يخلي خلي خلي على كيفك على كيفك منا 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 على كيفك يما يما بابا عدلوني بابا بحري لك بحرة بحرة لك بحرة لك عدل أسفت لي على 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 وين مدي؟ يمنا 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 لا لا لك منا منا بس صار شلنا مكنسه كهربائيه اي بابا اي على نفسك اختن عليك عليك اختن عليك على كيفك على كيفك افتر افتر لك لو ميت بالحمام ولا هالشغله سويت فيها على كيفك على بابا ايش ايش واحد وين اعطيني ايدك هاي هاي ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السلامه بابا الحمد لله ما يخلي منها اجرك اجل عافيه عافيه قبنت قبنت يلا قبل رجعيني منه رجعيني منه بشوي يلا خلي هاي راسك يلا علي يلا سلامتك بابا سلامتك سلامتك ظهري ظهري مبارك فقراتي فقراتي واكو واحد يغسل بصابون رقي قد قديم لوكس شامبو العالم وين وصلت وانت بعدك تغسل بصابون رقي شاي ظهري مبارك فقراتي وقعت بالقاع وهذا يصلي سلامتك بابا لك شنو علاقة الرقي بالموضوع؟ شنو علاقة؟ عم الرقي زحلك هي مزلك هي مزلك أمالي لا بابا لا لا جيبوا لي طلقة تقولي مزلك الصابون ما يمزلك مزلك عم لك وانتهى الحكي هذا بدي اشوف البابا شارة شو سوينا يعني؟ تعال 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 روح خابر لي زناد زناد يا ولد زناد زناد ما يعرف زناد اكو واحد ما يعرف زناد هذا ابن عمي ابن عمي هذا اكبر دكتور مال فقرات بثلاث دقائق يصلحني طيني ما شاء الله اعطيني التليفون خلنا خابر زناد بسرعه اعطيني زناد دكتور إيه؟ هذا دكتور واسمه زناد لو فراس كان سميته ما شاء الله يما يقلد علينا قلد على العائله يابا وروح امي جداحه وروح ابويا شعواط اذا مسكتين هذا اطردكم من البيت حلو ابو شعواط وام جداحه شلون عائله حاروقه بابا تحس هنا بشي ولي جاي الركبه فقراتي مو هاي عوفي ها بشرو جاي هادي ابن حلال يحبني يلا 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 خلي زنادي خوش يا زناد عمي حركت المنطقه على زناد ما لقيته اي وين يروح قابل يطير لا يقولون شايل من هاي المنطقه شايل اي بس انا خليت له خبر يم المختار قلت له يابا ترى عمي طب للحمام متمزلك ونبرك ظهره وصار عنده انزلاق بالفقرات احتمال العمود الفقري ينعوج لحقوله كل هاي قلتها المختار للمختار ليش؟ لا
لك مو هذا واحد منافق هسه يبثها اشاعه بكل العراق ويقولون ابو الشامس مريض مريض. انت تقول له بابا مريض هذا يطلع اشاعه اشاعه. ايش بابا ولا تالي راح يعرفون من يشوفون الشادر منصوب. لك يا شادر هذا مال سعودي. عافيه مال سعودي خل اخلص منه هذا اقول لك كان قلت لهم سعودي زحلق وانكسر العمود الفقري مالي ليش علي؟ بس انت بيش طالب من هذا المقرود؟ هو ايش ظالمنا؟ بس شعر وقندره سعودي هسه شلون احنا يعني؟ انا راح اموت. لا 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 اصمد انا راح اجيب لك تحاميل. شوف بابا مريض. اذا كان جاهل هذا يكرهني يريد يموتني. لا اسم الله عليك اسم الله عليك عمي. عمرك طويل. عمرك طويل ان شاء الله. زين انا راح اروح للقاعه. قاعه الجيم؟ لا قاعه بجامع احجزها ولد صاحبي بكيت حصلناها بسعر رخيص يعني. المان سعودي سعودي. روح شوف لدكتور على ما يجي عمو زناد روح. شوف لدكتور ابنه قاعد يصدشن بنات وانا عفت الجيم والتمرين مالي وانا اظل اخور بي شايله وافتر. لك اخور شنو؟ امر لله رايح اشوف لك طبيب. يلا يلا بسرعة يلا يلا شكلت يلا يا زجعوا في الركبة. بابا تحس بشي؟ أو فيها أو فيها أو فيها أو فيها. لك اليوم هم يابسين ولا حاتي صدق كذيب مدرسة البنات بعدها ما حالة هاني جاي من وقت يمكن إيه. ليش ما اخابر احسن لي خابر شوف مدرسه البنات شو وقت يحلن ابو شباب شوي استعجل معقوله سعودي ها ياتي ها عندك هنا لا ما عندي شيء بدي اسوي سمك على الغداء سمك على التبليط ولك اللي يصيد سمك على دجله مو هنا وش وقت تجي هاي السمكه ان شاء الله؟ والله نتل اكو بس يعني اقصد ابو عربان تسمك ما اجى فمنتظراني هنا ولك ما تستحي ابوك مشعول شنو؟ مشنوط وانت قاعد تصدشن بنات مشنوط شنو؟ شنو مشنوط؟ ابوك صار عنده انزلاق انزلاق بالتربه؟ شنو لوري هو منزلاق بالتربه؟ طاح بالحمام الزحلق تمزلق اي والحمام صار بيه شيء؟ لا الحمد لله ما في شيء اي ما طل هيك راح على عم زناد هو يعالجه ما تقول لي هذا زناد شنو؟ يجدح هذا يجدح شنو؟ ارجوك ارجوك اياد ما اسمح لك تحكي على واحد من قرايبنا وخصوصا عمي زناد، عمي زناد معالج طبيعي، افتهمت له لا كان معالج المنتخب الوطني سنة 66 جمولي سقط من وراه، وابوي كان يقول ايده بيها السحر. يا خوش امشي نروح نجيب الساحر ونجي. لا لا انا منتظر عندي موعد يا سمك، منتظر السمك. ذكرتي صح صح، ابوك مشنوط وانت مزقوف، هاي كلها من دعوات عليكم. تدعي علينا؟ الله يوفقك. يا بد فضحه، زناد خابر لندن؟ ولا حاته شو الورطة شو راح اقلبها دفض عاد جدو زين يا المعبسك يجيب مي طني يجيب مي لك جدات خربط جدو ساعتك موصلة يعني جيب 50 ايش تسوي طني ايش هذا يريد يورثني بالحياة مثل ابو هذا وقف هسه شو كنت دارت وقف بس خليني اسوي لك تسريحة مال رونالدو وقف وقف ولك راح اجيب جول يلا الحلال عوفني ولك ايات وين بابا هسه هسه على جيه ايه خالو ليش ما تاخذ جدول الدكتور؟ لا 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 ابوي اي دكتور ما يعالجه الا عم زناد نعم زناد خل نوديه للجيم يسوي له علاج طبيعي ما سامعين ماكو احسن من الفيزيوثيرابي ثيرابي شنو؟ ثيرابي ولج اذا جيبيه سيرته الجيم تعرفين شو اسوي بيه شفتهمتي لو لا جيم ده ابوي يخاف من الجن يا جماعه قتلني كنت خاف ابو ما قتلني هذا راح يقتلني ترى ما يصير يعني ابوي يروح للدكتور والناس توقف على الحلات مال المدارس ايه كل من يؤدي واجبه من موقعه ايه ناس تروح الحلات المدارس ناس تروح الطبيب ناس تسوي ثرب شنو هاللغوة اياد وين اجي يا الحمد لله والشكر ابشركم حجزت قاعة بجامع والقارئ هم ببلاش انا بصاحبي واشتريته بطريقي مترين قماش مال لافته تحطها على الجامع لافت شنو زناد مات بعدك عمر تبقى لا على اساس على السعودي انت قتلتني بزناد شلون راح اجد حق جد حاه زين حبيبي بشر سوي
رحت على دكتور إيه؟ وحشيت له عن حاله إيه؟ وعلى عاهه قلت له هيك بالحمام وزلك إيه؟ قال مو مشكله دلل ان شاء الله باكر راح ادزلكم معالج طبيعي. لا 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 ابويا ما حد يعالجه لا معالج طبيعي ولا طبيب الا عم زناد. شلبتوني عم زناد وعم زناد تقول مو قاعد ويا عائله قاعد ويا باكر جقاير. اخ ايش تسوي؟ اوقف جابي تعالج ظهرك. لا كافي كافي سقطتني بالنوم شالت الفقرات عشان رجلي راحت. رجليك راحت. اصبر 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 اصبر. شنو ايش تسوي؟ اصبر 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 اصبر. ها دا تحس بشيء؟ لك شنو ساحر انت؟ صار زين؟ لك لا هسه احترقوا اهلك هسه احترقوا اهلك. هم فاد هم فاد جابي احترقت جابي. راح اعالجك بالطريقه الاسبانيه. ريف اسبانيا برشلونه يعالجون الظهر بهاي الطريقه. شلون يا ميسي؟ اروح احمي لي دهن بالطاوه. يعني دهن بالطاوه تسوي بيض؟ لا افرقع عليك. قوم تركض. راح افرقعك. لك شو تتخربط؟ يابه 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 الاعصاب كلها مربوطه مع بعضها. انا ظل افهم بيك. شلون؟ الطب الصيني يعالجون وجع الراس من اصابع الرجلين. ودعتك يعني هذا اصبعك كذا صغير مربوط بذانك. هسه اذا العب بصبعك هيجي تطرش. هذا خشمك. هذا الكبير حلقك. يعني هسه اذا اضربك هيجي اكوم شنونك بالقاع. لك انا راح اكوم شنونك تقشمرني. اقول لك هي مو مربوطه. ايه تقوم تجيب لي حبل. شلك بيه؟ ارد اربطك. ليش؟ اربطك اربطك. اخ كافي 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 وليدي كافي ابني. منو بعدي وين الشفيه؟ هلا وين يا روماريو؟ والله عمي رايح للجيم. للجيم؟ لك ايش بيك يا ياد؟ ابويا مريض ظهره يوجعه. انت تروح تلعب طوبه؟ اذا ابقى يم ابوك هو يلعب بينا طوبه. لك هذا يكرهني. اخ كافي. يا بدي اعالجك. اهلين. اهلا وسهلا. مرحبا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين. منو حضرتك؟ انا ليالي المعالجه الطبيعيه. قلبي من قلبه على قلبك عمو. اشرح لك عن عمو. طبعا عمو كلش تعبان ووضعيته كلش تعبان. تعال وين؟ وين رايح؟ تعال وين؟ تعال. اهلا 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 يا ليالي. اهلا تفضلي اشرح لك على حاله ابويا. حقيقه ابويا ظهره يوجع وبعدين جيب هذا الصيني ليعطل. تفضلي تعال. تفضلي تعالوا. اهلين مرحبا. هلا هلا. اهلا اهلا اهلا. صار زين ما شاء الله. صار زين بعد نحتاج. تفضلي اشرح لك عنه. تعال في الكافتيريا. تفضلي تعالوا. وين رايحين؟ عفوا لوحدي. ها حبيبتي خير صحتين اخو ماكو شيء. اي حبيبي خير ماكو شيء. اقول ايش عندك لزقت يم هاي المعالجه؟ لا حبيبتي ما عندي شيء بس قريت خطيه يعني لازم ابقى يمهم. اخاف تحتاج شيء شواتين. ابوك ما يقدر يجي بقى انا يمهم يعني. اشوفك اللي طشت بالصاله. ابوك مريض اعوفه وحده لو عايفه. ها لو عايفه لابوك مو كان قلتي له؟ ها ابوي مريض وعفته قمت تدور جم وتروح وتعوف ابوي. هسه لين يم ابوك قمت تقول لي ها شو لا حرت حرت وياك. مو انت تحبه للجيم اشو ما رحت؟ عمري حياتي شموسه الغاليه. وانا من شفتك انت ما تحبين الجيم. اي انا هم بعد قلت ما احب الجيم ما اروح ليش اضوج حياتي عمري. يعني على مودي. طبعا على مودي. تحبني؟ شلون ما احبك غير ام جهالي؟ انت عمري كله وقلبي وحياتي. زين حبيبي طالما تحبني واني ام جهالك اليوم اطبخ عليك. انا ما بي حل راسي وجعني. لا اسم الله عليك عمر قلبي. هسه خابر مطعم يجيبون احلى غدا. لا انا ما احب اكل المطعم. تطبخ يعني تطبخ. هو تمن وين خليته؟ فوق لو بالكاونتر جوا. يعني هذا العلاج الطبيعي اطيب ان شاء الله؟ والله ما اعتقد. ماشي هلا ولا هوايه تعالجي. قام يلحن الكناري. صوفر اكو واحد ينام صوفر نايم قاعد ابني قاعد. ليش متروح؟ خلها تعالج. يلا عمو ارفع رجلك مثلي. شلون؟ هيك شنو؟ شلون شنو؟ طيارة هي. ارفع رجلك. ها ليش تتدخل يا وليدي؟ تعوف تعالجني. موجتني. هيك صح. الله كفي رجلك هسا. ارفع ايدك.
مثلي؟ أقول ما دبرها ضرب ايدك هيك يابا انا لا ارفع رجلي ولا ارفع ايدي حتى حاجي ما ارفع اذا هذا ما يطلع استاذ من فضلك غادر الصاله هاي اللي عرفتها اقول لك استاذ غادر الصاله ما ارفع جبتها اخ انت غادر الصاله هذه غادر الصاله طبعا ليش لي سويت ليش تطلع اطلع قوم نام النوم قوم امشي هذا ابني بس بالغلط اجى للدنيا هسه نتعالج اي نرجع من حركه لا حركه ما واحنا واقفين حركه شلون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية شبيج راسيج لك سعاد سعاد سود علي صير زين ان شاء الله صير زين صير زين شنو بس شويه عند هاي المبارك ظاهره بس نجيب له غير وحده هاي راحت نجيب له غير وحده يصير زين ان شاء الله ابوك يصير زين لا تبكي وليش دبش على ابوي يعني على اليمن خذي ولي ابوي شنو دبش على ليال على ليالي راحت ليال اي راحت صوش من صوش ابوك اقول لك ليش من زحلق ابويا مره ثانيه حتى ترجع ليال وياهل هزمها بس تسمع بي بعد ما تجي هم صدق هاي راقلنا فت فكره زينه شو نسوي يابا شلون جار عمل لي شلون جار هاي السنين كلها الله يساعدك هو ابويا من زمان ما ينجر اول ما جيت للدنيا ابويا وعايش وياه كل هذا العمر اي الله يساعدك ما هذا ابوك اصلا يقصر شي قصر بالعمر عبالي زين ليش ما سوينا فكره ورجع ليال شلون انت تزحلق وين ازحلق الكاشي لا بالحمام بالحمام ايه شي زحلقني بالحمام انا اسوي لك وقف بصابون تدفعني الوقف عليه لا ها. انا اسوي لك الوقفه زين والباقي عف عليها الصابونه لا على ليالي على ودعتك ليالي انا حتى شفتها باوعت لك مثل العجبه فيك ملعون شكلك ولك مو هسه تزحلق بالحمام صغير يزحلق شو وقت يزحلق اذا زحلق وفضها شلبت بالحمام حبيبي عيني هاي شبيك كانك سمكه مزهره رايح جاي رايح جاي يدوختنا لا لا جايت مرين اي يلا بابا بابا هاي شبيك اليوم؟ شو حزين؟ حزين؟ بيك شي؟ إيه حزين طبعاً حزين متذكرت أمك أمي يا موت عليها خاف مريض عمي أجيب لك زناد لا تخليني أسبك وأسب أبو زناد لك أنا أجيب لك مال شكو شكو سعود لك روح له سعود الصابونة طلعت ما مخشوشة الحمد لله وقع وقع ايه راح تجي ليالي ليالي منو؟ الليالي اللي قضيتها ويمك ظهري على روحها شنو هاي؟ البرق ظهره لازم نجيب له ليالي البرق ظهره لك الفرارة على كيفك على الولد انا مخشوش مخشوش سلامات هسه نجيب لك ايش ايش ما ادري هالليالي اجت وحدي اجت ليالي ليالي جتي اجناد هو هذا زناد قتلتني جيب لي زناد وجيب لي زناد اجاكم رجليه تقول لي دكتور هذا طلع فراش مال دكتور الف رحمه على روح امك الله يرحمها وين هذا اللي ظهره مبروك سعود هذا سعود ظهره مبروك وشايف كل الخير استلمه تعال ما بيمشي ما بيمشي يا بابا يا سعود اسمع عبي على كيفه على كيف النسل حاجي
تشوفيني قعدي اصلا قلبي بايدي اللي تحبي اللي بقلبي اصلي مو من سوق مرادي يشكي الحال وهو معذب حالي لو بيدي عوفك ما ديك لو ما علي يا غالي بالسلامة وإي زعلانة يلا لا تحاتيني يومي مسوي لطلابة مراح تفتيني والمصيبة روحي بيك ما ريد أبعد عليك راح تموتني بإيديك لك مو راح ألطم إيه يصحى بابا ويا يريدك هلا واحد ما يفيدك من روحي وغسل إيدك خلصوا يا يكلوان إيه دير بالك لا يخربونا دول أهلك ما يحبونا نزعل بس سمعوني كلكم يلا عمري ننسى الدنيا يلا نخلص منهم لا حياتي صبر شويه